السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الفرنسية مع لبنى لمستوى ما قبل المبتدئين. لازلنا مع الأصوات والحروف الساكنة التي يتغير نطقها، واليوم إن شاء الله سوف نرى الحرف أو الصوت ني. ني. إذن هذا الصوت كما ترون مكون من حرفين جي وان، لكن عند نطقه ينطق ني ني. إذن كيف يتحرك؟ سنرى الآن كيف يتحرك. نيا نيا نيو نيو ني ني نيو 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 ني ني. الآن سوف نرى كلمات بها هذا الصوت. سينياتور سينياتور توقيع، مونتاني مونتاني جبل، أغنيي أغنيي عنكبوت، أونيون أونيون بصل. فقط انتبهوا إلى هذه الكلمة، كلمة بصل أونيون تكتب ب أو إي ولكن لا تقرأ لا نقرأها و وإنما أو، داكور أونيون. أيضا انتبهوا إلى ترتيب هذه الحروف، يعني جي بعدها أن وليس أن بعدها جي، سنرى ذلك بعد قليل. الآن سوف نرى كيف تنطق هذه الكلمات. signature 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 montagne 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 araignée 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 oignon oignon oignon. هنا كما قلت لكم لا يجب الخلط بين جن و ان جي. إذن ني التي نتحدث عنها اليوم هي التي يعني في هذا الترتيب، جي هي الأولى تتبعها ان وليس ان بعدها جي، لأن هذا صوت مختلف. مثلا هنا كيف تقرأ؟ سانج سانج، إذن ليست ني. أيضا باركينج باركينج موقف السيارات، إذن ليست ني. أما ني فتكون جي هي الأولى تتبعها ن، مثلا أنيو أنيو. الآن سوف نرى حرف أو صوت جديد وهو إغراك. هذا الصوت هو صراحة يدخل بين الأصوات الساكنة والأصوات المتحركة، نقول له دومي كونسون. ما معنى دومي كونسون؟ يعني نصفه حرف متحرك ونصفه حرف ساكن، داكوغ. إذن نصفه كما قلنا حرف ساكن، عندما يكون حرفا ساكنا ينطق كالياء في العربية، ينطق كحرف الياء في العربية. أما عندما يكون كحرف متحرك فيكون بالضبط دوره كدور الحرف إي، كدور الحرف إي، داكوغ. إذن سوف نرى ذلك. لاحظوا معي هنا كيف سوف نقرأ هاته المقاطع. يا يو يو يو. إذن بما أن الحرف إغراك جاء بعده حرف متحرك فهو يحركه لنا، وهنا يعتبر كحرف ساكن كما قلنا كحرف الياء في العربية. يا يو يو يو.
إذا تحدثنا عن الحرف إيغريك فلا بد أن نتحدث عن الحرف إي، لأن إيغريك وإي لهما نفس القواعد، يعني لهما نفس الحركات، لهما نفس القراءات، لذلك لا بد أن نتعامل معه ونتعامل في نفس الوقت مع إي. فنفس الشيء إي إذا جاء متبوعا بحرف في حرف متحرك فهو أيضا ينطق كحرف الياء، يعني نقول يا يو يو يو. إذن كما تلاحظون أنهما ينطقان بنفس النطق، لأنني كما قلت لكم يعني بالنسبة لإيغريك فهو ينطبق عليه ما ينطبق على الحرف إي. لاحظوا معي كيف ننطق يا يا يو 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 يو. الآن لاحظوا معي إذا جاء بعد حرف ساكن فهو يحرك لنا هذا الحرف الساكن، انتبهوا إلى نطق هذه الكلمات أو المقاطع. مي مي في في غي غي ني ني لي لي. إلا أن الفرق بين إيغريك و إي هو أن إيغريك يعني تفوق إي بشيء واحد فقط، هو أنه عندما تجتمع إيغريك مع إي تضغم فتصبح إيغريك. مثلا لاحظوا معي هنا بي بي، هذا أو هذه الكلمة مكونة من بي و إي. إذن عندما تكون يكون إي مع إي تضغم فتعطينا إيغريك. نفس الشيء إيغريك مع إيغريك يعني تضغم وتعطينا إيغريك. بي بي تنطق طبعا بنفس النطق. أيضا لاحظوا معي بالنسبة لي فواياج كيف كان أصلها، كان أصلها فوا ياج فوا ياج أو فوا ياج، ثم ضغمنا أو ضغمت إيغريك مع إيغريك أو إي مع إي فأصبحت إيغريك واحدة ونقول فواياج. إذن في أغلب الكلمات التي فيها إيغريك متبوعة بحرف متحرك وقبلها حرف متحرك، يعني موجودة بين حرفين متحركين، نقوم بهذا الشكل، يعني تكون مضغمة. هذا كما قلت لكم في أغلب الكلمات، لكن هناك بعض الكلمات لا يتم فيها إدغام، مثل مثلا هنا باباي، باباي لا يوجد فيها إدغام. إذن باي تعني بلد، فواياج سفر، باباي فاكهة البابايا. وسنرى الآن كيف تنطق هذه الكلمات. باي 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 فواياج 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 باباي باباي يا يا يو 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 يو. وقلنا إيغريك مع إي أو إي مع إيغريك تضغم فتعطي لنا إيغريك، داكوغ؟ لاحظوا الآن إذا جاءت مثلا إيغريك مسبوقة بأ أو إي مسبوقة بأ، لأن ما يحصل مع إيغريك يحصل مع إي. إذن إذا جاءت مسبوقة بأ تعطينا صوت جديد وهو إي إي، إذن نقول إي إي. أيضا إذا جاءت مسبوقة بأ يصبح لنا صوت جديد وهو A A. الآن إذا جاءت مسبوقة بأو تصبح و و و. أما إذا جاءت مسبوقة بأو فتصبح وي 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 وي. إذا انتبهوا الآن لنطق هذه الأصوات
يا يا اي اي يو يو اي اي يو يو و و وي وي. الآن سوف نأخذ كلمات بها هذه الأصوات التي رأينا الآن. يا أخت، يا أخت، يا غورت، فواتور، فواتور، سيارة، فيول، فيول، اغتصاب، فوال، فوال، حجاب، جويو، جويو، سعيد. الآن لنتدرب على نطق هذه الكلمات. يا أوغت، يا أوغت، يا أوغت، ف و تو غ voiture, voiture, voiture. Viol, viol. Voile, voile, voile. Je joyeux, joyeux, joyeux. كلمات أخرى لاحظوا معي. يو، يو، عيون أو أعين. ناج، ناج، ثلج. ويت، ويت، تمانية. أبويي، أبويي، يساند أو يدعم أو يضغط على حسب معناها في الجملة. انتبهوا الآن لنطق هذه الكلمات. يو نيج، نيج، نيج. ويت، ويت، ويت. أبويي، 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 أبويي. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح الدعاء، وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.